إذا أول توصية هي إسناد يعني تدبير المركب العربي الزاوي وجميع مرافقه إلى شركة سوناجيس دون يعني إدخال المقاطعة ديال عين السبع في العملية ديال تدبير ديال الملعب الملحق. هذه أول توصية اللي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة. بالنسبة للتوصية الأخرى هي أنه نظرا لأن هذا الملعب ارتبط اسمه يعني تاريخيا بالاتحاد البيضاوي وما أدرك ما الاتحاد البيضاوي، فاللجنة توصي أنه تكون أولوية في هذا المركب إلى الاتحاد البيضاوي خصوصا على مستوى الملعب الملحق على مستوى ديال التدريب مع تأمين إدارة لهذا الفريق داخل المركب ديال العربي الزاوي. كذلك إعطاء الأولوية في الملعب الملحق إلى الفرق البيضاوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أساس أن هذا المركب يعني عليه رهانات ورهانات كبيرة. دونك هذه هي التوصيات اللي كانت هي كسيد لي اليوم المركب يعني بعد عملية ديال التأهيل أصبح مركب يعني جاهز بجميع المواصفات اللي كتطلبها الاتحاد الإفريقي على المستوى مستودعات الملابس ولا موقف السيارات ولا السور الخارجي ولا الإنارة. وقطعا بأنه لما غادي تكون فيه أنشطة وغادي تكون فيه مباريات راه غادي يتم يعني التنظيف، وأساسا تم تنظيف المحيط ديالو يعني المرآب يعني الدار في واحد المكان اللي كان هو مهمل وواحد المنطقة اللي هي مهملة. اليوم الملعب مادام غادي يكون فيه نشاط رياضي ونشاط رياضي يعني وطني ودولي راه غادي يكون يعني فيه جميع المواصفات البيئيه وجميع الشروط ديال الممارسه ديال رياضه كره القدم ان شاء الله الرحمن الرحيم. لا المتابع ديال الاشغال ديال المركب محمد الخامس ما يمكن الا يلاحظ التصاعد ديال الوتيره ديالها. طبعا البدايه ديال الاشغال كانت بعمليات هدم وعمليات اخلاء ما كانش باينه، الان غادي يبدا يبان بالملموس يعني للعيان انه المركب سيشهد مجموعه ديال التغييرات. الاشغال كتمشي بواحد الوتيره يعني محموده، واحد الوتيره اللي هي متميزه، منتظر انها تنتهي في نهايه السنه الجاريه يعني نهايه دجنبير يعني الجاري، ومطلع السنه المقبله 2025 غادي تكون في واحد مجموعه ديال الاختبارات، ومنتظر انه في نهايه يناير 2025 انه يحتضن المقابلات. وطبعا هي اشغال كثيره واشغال تمشي بشكل متوازي وبشكل اللي هو يعني متكامل، تهم يعني المرافق الداخليه ديالو من مستودعات وقاعة الندوات وكذلك الاناره والعشب والمدرجات يعني والمسبح والقاعه ديال الرياضه والمتحف والمسرح لانه والفضاء الخارجي، ناهيك على الملعب الملحق اللي بدات فيه الاشغال يعني مؤخرا. وحنا مرتاحين للوتيره ديالو، ان شاء الله الملعب غادي يكون في الموعد وغادي يكون بحله اللي غادي ترضي الجميع، املا انه يوم الافتتاح ديالو اثناء الاستعمال ديالو يتم المحافظه على جميع المرافق ديالو لا هو ولا جميع المرافق الرياضيه وجميع المرافق بصفه عامه في مدينه الدار البيضاء. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.